معانا تليفون من دكتور محمد البكري. الو الو الو، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا 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 بيك. احنا كنا بنتكلم على الحوار اللي تم بين الحكومه الامريكيه وبين حزب الاخوان المسلمين، وايه الرؤيه المقبله. أيوة. سامعني حضرتك؟ انا سامع حضرتك. طب احنا كنا بنتكلم ومعانا ابونا مرقص عزيز، وكنا بنناقش الموضوع ده اللي هو الرؤيه المقبله للدوله بعد تصدر المسلمين في الانتخابات، والحوار القائم بين أيوة. الحكومه الامريكيه وبين حزب الاخوان المسلمين. ايه رؤيه حضرتك للفترة؟ يعني انا مع حضرتك الحقيقه، يعني يمكن انا ما بركزش قوي على نتائج الانتخابات، لان انا ليا رؤيه ووجهه نظر. الانتخابات اذا استمرت على ما هو عليه الامر الان فقد تنتهي بسيطره الاخوان والسلفيين على المجلس. ده في حد ذاته احنا ما بنرفضوش، يعني لا مسيحي بيرفضه ولا مسلم بيرفضه، لكن احنا بنقول الاشكاليه مش في ده، المعضله فيما سيترتب على هذا مستقبلا. على الارجح ستكون الديمقراطيه في مأزق حقيقي في مصر في حاله السيطره من الاخوان او السلفيين، لان اللي هيحصل بعد كده ان اللي هياخد الاغلبيه في المجلس في الغالب هو اللي هيحط الدستور. الدستور ده قضبان سكة حديد البلد هتمشي عليها، فالقضبان دي يا ترى هتحط تحتها المصريين وتدوس عليهم، ولا هتحط المصريين في العربة اللي هتنقلهم الى الشكل اللي هم كانوا بيتمنوه بعد ثورة يناير. شوفي حضرتك، يعني الاول ايه هو الدستور عشان بس نبقى يعني ايه، يعني نتفق على التعريف نبقى كلنا واخدين بالنا منه. يمكن تاني رؤساء امريكا جون ادمز من اكثر من 200 سنه قال ان الدستور معيار، ليس فقط معيار بل هو رابطه، هذا اذا فهمه الناس ووافقوا عليه واحبوه، واذا لم يفهم ويدرك ويحب فانه لا يعدو ان يكون طائره ورقيه يلهو بها الاطفال. احنا اما بنتكلم عن الانتخابات معناها ان احنا بنتكلم عن دستور مقبل للبلاد. يا ترى الدستور ده هيشارك فيه كل المصريين؟ هل هيسمح لكل الناس ان هم يقولوا رايهم؟ سواء مسلمين او مسيحيين او فئات كتيره مهمشه في مجتمعنا ما لهمش راي في اي حاجه من زمان. انا اشك ان هيكون في حريه للناس ان كل واحد يقول اللي هو عايزه، وانه يدلي بدلو في عمل دستور هيبقى قانون يحكمنا كلنا. وقد الحقيقه يعني نعود مره اخرى الى دائره الفساد والافساد والديكتاتوريه والانفراد بالحكم. ف يعني الحقيقه الفتره اللي جايه هي فتره يعني يحتويها الغموض. ويمكن نرجع تاني يحصل لنا اللي حصل بعد ثورة 52. على سبيل المثال قبل ثورة 52 مثلا كان الأقباط لهم دور. دور الأقباط كان من سنة 1907 من خلال حزب الأمة، وكان إلى جوار تلاميذ الشيخ محمد عبده أقباط كثيرين، وده يمكن مهد لدورهم في ثورة 19 بعد كده. لكن وكان يومها اللي كان الوقت موجود وطلع بشعار الدين لله والوطن للجميع، وكان شعار مقبول لدى الاقباط ولدى الكثيرين. اللي حصل بعد كده ان قامت الثوره واممت الحياه السياسيه لصالح العسكر. وده الحقيقه كان خطا. بعد ما كان في وفد بيمثل الطبقه الوسطى، وكان في الاحرار الدستوريين بيمثلوا الاقطاعيين، وكان في حزب مصر الفتاه بيمثل الفقراء في مصر، أممت الحياة السياسية لصالح العسكر. هل نحن الآن مقبلون على فترة تؤمم فيها الحياة السياسية لصالح فئة محددة؟ ده سؤال لازم نفكر فيه كلنا. لما أممت الحياة السياسية بعد ثورة 52 جه بعد كده السادات، والسادات فتح المجال للأحزاب، ولكن أيضا سيطر العسكر على الأحزاب. طلع حزب الاحرار الدستوريين،
كان مصطفى كامل مراد من العسكر، صالح حزب التجمع كان خالد محيي الدين من العسكر، زعماء الحزب الوطني كان اغلبهم من الضباط، من ضباط الجيش. ويعني حتى هذا المجال اللي فتح ايام السادات لم تكن هناك فيه فرصه لاي حد من الليبراليين او المفكرين او من اطياف المجتمع ان هم يقولوا حاجه. فاحنا النهارده بعد الانتخابات وبعد وضع الدستور، مصر داخله على ايه؟ اعتقد انها داخله على حكم الفرد. وده مش من صالح حد الحقيقه، يعني ولا من صالح المسلمين ولا من صالح الاقباط ولا من صالح البلد بشكل عام. نحن بعد ثوره يناير 2011 كنا نطمح الى دوله مدنيه، الى دوله ترسي قواعد للديمقراطيه. هل احنا النهارده عندنا نفس الامل ده؟ انا اعتقد كنا نتمنى ان تكون هناك علاقات ثقافيه واجتماعيه بين الناس، ونزيل حواجز ونزيل شكوك بين اطياف المجتمع كله، ونحقق اندماج بين الناس، ونرسخ لمفهوم السلام والترابط والتآخي بين كل اللي بيعيشوا على ارض مصر، ونجذر لمبدا قبول الاخر ونزيل الصوره السلبيه عنه. لكن احنا النهارده ما اعتقدش ان احنا يعني بنحقق حاجه. يعني الثوره اتسحبت بشكل مش مفهوم وخدت اتجاه احنا ما كناش منتظرين ان ده يكون يعني ما كانش ده طموحنا وما كانش ده املنا، يعني في ان احنا يعني نعمل ثوره عشان خاطر في الاخر تصادر الثوره وتؤمن لصالح حد معين. لا، الثوره دي قام بيها شعب مصر وشباب مصر وماتوا فيها. انتهينا بايه؟ ان احنا بنسلم الحكم من ايد لايد، من دكتاتورية الدولة، من دكتاتورية يعني أفراد في الدولة، إلى دكتاتورية فئات أخرى لها فكر محدد؟ لا. أنا الحقيقة يعني قد أكون متواجد خيفا من الفترة اللي جاية، وكنت أنتظر من الأزهر الشريف أن يدلي بدلوه في هذا. يقوم يحدد ويقول علاقات الدنيا مع بعضها إيه؟ إحنا عندنا مجتمع في ناس مهمشين زي اهل النوبه وبدو سينا وبدو الساحل الشمالي، في مسيحيين موجودين في المجتمع المصري. قد ايه راي الازهر في اللي بيحصل دوت؟ وهننتهي لايه؟ يعني يمكن انا اذكر حاجه، في كان في مؤتمر اتعمل في سنه 65 في 14 اكتوبر اللي هو اتعمل في المجمع المقدس في روما. كنت اتمنى ان الازهر يقوم بدور قريب من ده، لما قام الناس وحددوا موقفهم من اليهود، موقفهم من باقي الاديان، موقفهم من الاسلام. ويمكن انا قدامي، انا تحت ازاز مكتبي حاطط يعني يمكن البيان بتاع الاجتماع او اجتماع المجلس المقدس كان سنه 65 زي ما قلت، كان بيقول ايه؟ اسمحي لي في دقيقه واحده، عشان انا كنت منتظر من الازهر انه يقوم برضه علشان يعني يبقى هو رماد الميزان، يعمل نوع من التوازن. اتقال في المجمع ده في الدين الاسلامي والكنيسه تنظر ايضا بعين الاكرام الى المسلمين الذين يعبدون الله الاحد الحي القيوم الرحمن القدير فاطر السماء والارض الذي كلم البشر، فالمسلمون دأبهم الاستسلام من صميم نفوسهم لاحكام الله الخفيه كما استسلم لله ابراهيم الذي يتخذونه لايمانهم اسوه مستحبه. اجل انهم لا يدينون بيسوع الها ولكنهم يجلونه نبيا، كما انهم يكرمون والدته العذراء مريم ويتوجهون اليها احيانا بخالص الدعاء، وهم الى ذلك يترقبون يوم الدين يوم يجازي الله الناس جميعا بعد ان يبعثون. ومن ثم فهم يراعون مكارم الاخلاق ويعبدون الله خصوصا بالصلاه والزكاه والصوم. ولئن قامت بين المسيحيين والمسلمين عبر الاجيال منازعات وعداوات غير قليلة، فإن هذا المجمع المقدس يستحث الجميع على أن يضربوا صفحا عن الماضي ويعملوا بإخلاص على إحلال التفاهم ويتعاونوا على حماية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمناقب الخلقية والسلام والحرية للجميع. أين دور الأزهر الآن في منعطف تاريخي داخل عليه مصر، وإحنا كناس مهتمين ومهمومين بالشأن العام احنا مش عارفين بالظبط احنا رايحين؟ الديمقراطية مش هي الحماية الحقيقية للناس. الليبرالية
تقوم بحماية الديمقراطية. فالديمقراطية قد تأتي بالديكتاتورية. كنا نتمنى أن يكون لكل مواطن مصري دور في الفترة اللي جاية علشان يقول رأيه، علشان يتنفس بحرية، علشان يحس إن هو عايش في بلد مسؤول عنها وبيشارك في بنائها وبيشارك في حكمها، وبالتالي نبقى كلنا كتلة واحدة من أجل تقدم هذا البلد، من أجل أن نعوض هذا الشعب عما عناه. لكن هل إحنا داخلين على ده؟ ما أعتقدش. كنا نتمنى أن تكون هناك ديمقراطية تركز على محو كل القوانين اللي بتتعارض مع مبادئ الحرية والعدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء ونمو مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. لكن احنا الحقيقه ما بقناش يعني شايفين بوضوح ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه. كتير منا متوجس خيفه، وكتير منا مش مدرك ايه اللي هيحصل، ومحدش بيقول كل اللي في قلبه. الناس بتقول كلام جميل قوي، لكن السلطه مغريه، والسلطه توحي يعني للانسان بالديكتاتوريه، والسلطه قد تحيي الانسان وهو في لحظة الضعف بيتكلم عن الديمقراطية، ولما يقوى ويسيطر يمكن يلغي الآخر وما يبقاش واخد باله غير من اللي هو عايزه بالتحديد. أرجو أن ينتبه المصريون جميعا في المرحلة الثالثة والمرحلة الثانية والثالثة، لأن أنا أتمنى أن يكون هناك توازنا حقيقيا في مجلس الشعب، يترتب عليه توازنا حقيقيا في من يصيغون الدستور. ونتمنى طبعا لبلدنا كل خير، وعندنا امل رغم ان احنا مش شايفين كويس ونشعر ان في ضبابيه حوالينا مش قادرين نتوقع بالظبط ايه اللي هيحصل، لكن احنا عندنا برضو امل في امكان اصلاح البلد ده، وفي امكان الوقوف على ارض صلبه لجميع الاطياف اللي موجوده في المجتمع المصري. شكرا لحضرتك. يعني بس تعليق ان اللي حاصل ده مش ديمقراطيه اصلا، ما هو ده يعتبر سلب للحريات. هم غاسلين عقولهم، عاملين لهم نوع من التنويم المغناطيسي باستخدام العبارات الرنانه وفكره ان هم تأييدهم لدينهم هو يعني بنصرهم ليه، وبيأيدوا اسلام بيأيدوا دينهم. ده كده مش نوع من الديمقراطيه، هم مش فاهمين وواعيين وبيختاروا على اساس، هم عارفين بيختاروا على اساس ايه، مسلوبين يعني الاراده والحريه. الاسلام لا يرفض الاخر. الاسلام مبني على المواطنه، ان ننحرف بالدين وان يعني يكون يعني يكون للبعض تفكير معين ورؤيه معينه من زوايا معينه، هذا غير صحيح، وهذا ليس من صميم الاسلام في شيء. بالظبط، بيشوهوا صوره يعني الدين، يعني بيسووا ليه؟ احنا في مصر هنا بلد مواطنه، قد يكون هناك مرجعيه دينيه ولكن في حدود. نحن نطالب بصياغه توفق بين انتماء مصر الاسلامي ومبدا المساواه في الحقوق والواجبات. المرجعيه الاسلاميه صفه تلحق بالامه، بينما المواطنه اطار قانوني وسياسي يطبق بلا تمييز. انا مش هاخد الدين يعني على مزاج، اخد اللي انا عايزه واسيب اللي انا عايزه وافسر بالطريقه اللي تعجبني. ما ينفعش. الحقيقه انا شاكر لمحبتك ولكلامك الرائع اللي قلته، وكنت اتمنى انا كمان من الازهر انه يدي توضيح لمعنى انتم الاعلون كما جاء في القران الكريم، لان ناس كتير فاهمه كلمه انتم الاعلون للمسلمين انهم هم مستوى وباقي البشر في مستوى ادنى منهم ويحق ليهم استعباد الاخرين. لا، ليس هذا من الاسلام في شيء. ولو كملنا الايه يعني وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. والايمان الايمان بالله يضع الانسان في مرحله من التنوير، ينظر الى الاخر بحب، ينظر الى الاخر بتفاهم، ينظر الى الاخر بما امره الله به. ربنا امرنا بايه؟ ربنا امرنا بحب الناس. ربنا امرنا يعني او قال لنا ووضح لنا ان الناس كلهم سواسيه، ولا فضل العربي على اعجمي الا بالتقوى. الناس كلها اللي بتتقي الله هم في اطار المؤمنين.
فلا يجوز ان انا اخذ يعني اخذ ايه من الاسلام او ايه من القران واتكلم عنها وافسرها بالشكل اللي يخليني انفي الاخر. يعني لا مجال لنفي الاخر في العقيده الاسلاميه. لان الحقيقه يعني احنا النهارده لما بنتكلم بنقول لازم الكل يشارك في بناء مصر. هل لم يشارك المسيحيين في فترات الاسلام المختلفه في بناء مجتمعاتهم؟ وأثبتوا من خلال تاريخ طويل أنهم كانوا أعضاء صالحين وكانوا لبنات قوية وبناءة في كل مجتمع وفي كل زمان. مين قال كده؟ إذا كنا بنقول كده يبقى احنا الحقيقة بعدنا كتير قوي عن الحق الذي يجب أن يقال، وهنفسر الدين بشكل ربنا ما يرضاش عنه. مرة تانية بشكر حضرتك على تفسيرك وكلامك الطيب، لكن انا كان برضو طلبي لو الازهر انه يدي التوضيح اللي حضرتك قلته، خاصة ان فيه كم من الشيوخ في الفضائيات بيقولوا انتم الاعلون، بما معناه ان انتم تدوسوا على كل الناس، انتم خير امة اخرجت للناس، انتم الاعلون، انتم انتم انتم، وبالتالي اللقباط ليس لهم اي حق من الحقوق. حتى يعني بعض الشيوخ السلفيين، والكلام ده موجود بالصوت والصورة، لما بيسألوهم ايه رأيكم لو قبطي ياخد منصب من المناصب، فكان الرد حتى لو كان كفر فليس له ان يأخذ منصب من المناصب لانه كافر. كان نفسنا ان الازهر يتبنى توضيح بعض المفاهيم اللي تجمع وتوحد قلوب المسلمين والمسيحيين وكل البشر في ارض مصر. يعني الرد على هذا من نص القران نفسه، ما هو برضو الايه بتقول ولتجدن اشد الناس موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك ان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. هو ده مش كلام ربنا ولا انا باخد حاجه واسيب حاجه؟ ما ينفعش. ان كنا هناخد الاسلام ناخده كله على بعض. والاسلام دين يدعو الى السماحه والى المحبه والى قبول الاخر. لكن ان انا اخد زوايا معينه اتكلم منها لا يجوز. ولا يجب ان يستعلي انسان على اخر. والتعالي على الاخرين ورد الاخرين ليس من الاسلام في شيء. أرجو أن يكون هذا مفهوما للجميع. لكن اللي يمكن المناخ العام وتصاعد التيار الديني يمكن هو ده اللي يعني اللي خلى الأمور تمشي بشكل معين، لكن هذا الشكل ليس من جوهر الإسلام في شيء. فالإسلام يقبض الآخر ويحبه ويحافظ عليه ويعطيه الفرصة الكاملة ليكون مواطن صالح يبني الأمة. والأمة هي أمة للجميع. أمة لهذا الشعب، أمة للمسيحيين وللمسلمين، أمة للمهمشين وغير المهمشين، أمة للأغنياء والفقراء. مصر أمة للجميع، ومصر تقبل الجميع، ومصر تحب الجميع. من يقول غير هذا فهو آثم قلبه. أنا بشكر حضرتك للمرة الثالثة، وبرضه برجع تاني وأكرر وأقول إحنا عايزين حتى لو ما كانش الأزهر، عايزين اصوات العقلاء. يعني حضرتك بتكلمني كلام يسعدني جدا ان اسمعه. بسمع انسان بيحب بلده، بسمع انسان شايف ان البلد مقبله على فتره صعبه ان ما كناش نتدارك مع بعضينا الامور ونوحد ما بيننا ويبقى قلبنا على قلب بعض.